أهلا وسهلا فيكم بالأخبار على طريقتنا. أنا توني نصراني من لبنان ومعي زميلي عمر طه من مصر. ومثل ما صرتوا تعرفوا نحن مجموعة شباب عربي من جنسيات وطوائف مختلفة. اجتمعنا بهذا البرنامج لأنه زهقنا من الإعلام التقليدي وحبينا نقل لكم الأخبار بس على طريقتنا. ومثل ما قلنا بالحلقة الماضية نحن أبدا ما بهمنا نقلل من احترام حدا، بالعكس نحن منكن كل الاحترام لكل الشخصيات اللي منتناولها ببرنامجنا، بس بالنهاية نحن برنامج كوميدي ساخر، يعني بدكم تتقبلوا منا شوية مزح. على العموم حلقتنا اليوم كلها حب بحب بأجواء الحب وزقفة للحب. الأسبوع الماضي كان الفالنتاين وطبعا نحن مندور على أي سبب سخيف لنختلف مع بعضنا. ناس عم بتقول الاحتفال بالفالنتاين حلال وناس عم بتقول الاحتفال بالفالنتاين حرام. هيدا كان الشغل الشاغل على السوشيال ميديا الأسبوع الماضي. من ناحيتنا نحنا جبنا لكم من الآخر. الحقيقة لا مانع أبدا في الشرع الشريف إن الناس تتفق على أيام معينة يجعلوها خاصة ببعض المناسبات الاجتماعية طالما أن هذه المناسبات لا تتعارض مع الشريعة ولا تتعارض مع الدين. لا مانع أبدا أن احنا ننتقي يوم لنكرم فيه مثلا العامل أو المدرس أو الأب، وكذلك لا مانع أن نتخذ يوما من الأيام لكي يظهر الناس كل واحد منهم للآخر عن مشاعره نحوه. أهو لا مانع. هتعيدوا بقى وتزيدوا على كلام شيخ الأزهر؟ في تونس برضو حللوا الاحتفال بيوم الفالنتاين عادي، ومفتي تونس قال ان يجوز عادي الاحتفال بيه بشرط عدم الخروج عن الاخلاق، واخد بالك انت وايه؟ وقال كمان ان دي دعوة جميلة لنشر الحب بين الناس وان الاسلام دين محبة في الله. بباكستان مش مقتنعين. Say no to Valentine's Day. Sorry no I am Muslim no Valentine. قال ما بدهم يتشبهوا بالغرب. ايه يا توني؟ ما تسيب الناس يا عم احرار يا عم، هو كل حاجه يا توني حرين يا عم. حرين؟ انا عم اقول مش حرين. اما انت بتقول ايه؟ انا عم اقول انه هن ما بدهم يتشبهوا بالغرب. ماشي. ايه طيب، بس انه انا خايف في شيء لفت الانتباه. اللي هو؟ انه هن ما بدهم يتشبهوا بالغرب وما بدهم يعيدوا فالنتاين بس كاتبين الشعارات بالانجليزي. ماشي. حلو. انه ما بدكم تتشبهوا بالغرب، ليه عم تحكوا انجليزي خيي؟ احكوا باكستاني. هل الفالنتاين حلال ولا حرام وليه؟ حلال ولا حرام؟ ايه ده؟ اسأل الغريب ده. لا حلال طبعا اكيد يعني. حلال وانت؟ هو حرام يا حرام طبعا. لا هو حرام. طب ليه حرام؟ ايه الفالنتاين ده؟ والله هو في ناس بيقولوا حرام وفي ناس بيقولوا حلال، فانا اتفق مع مش عارف. عيد تاني كده. حكايه حرام هو اي يوم كويس بيعدي على ناس بيبقى فالنتاين وبيبقى يوم سعيد وربنا يفرح الناس كلها. عموما انا مش مرتبط فما اقدرش احكم. هو مش حلال خالص. بص هو لو مخطوبين او متجوزين حلال، لكن ماشيين مع بعض هيبقى حرام خالص. الفالنتاين بالنسبه للحلال حلال وبالنسبه للحرام حرام. هو حرام عشان احنا مش لاقيين ناكل لما ناكلهم، مش لاقيين ناكل لما نجيب لهم هدايا. حرام طبعا. ايه اصرف فلوس على بنت انا ما اعرفهاش مش قريبتي، اصرف فلوس عليها ليه؟ هو بيجي قبل الفالنتاين وبيسيب بعض. والله انت بتفركش عشان الفالنتاين؟ والله النص اصلا الجامعه عندنا فركش عشان الفالنتاين، هرجعوا بقى بعد الجامعه. لا مش حرام خالص. يعني حرام في ايه؟ انا شايف ان اللي يقول حرام ده حد جاهل يعني. يعني احنا الستات بنفرح باي حاجه حلوه بس، انما حلال او حرام دي بقى مش احنا اللي نقولها. ايه فالنتاين؟ مفيش حاجه اسمها فالنتاين اصلا، مفيش حب مفيش اي حاجه بقى كده. مفيش عربيه مفيش فلوس مفيش داعي مفيش اي حاجه ننتحر. حرام شرعا. حرام والله. شايفه حرام؟ تدفع فلوس على الفاضي والكلام ده، وفي الاخر في واحده مش ليك والكلام ده، تبص لواحد غيرك احسن من كده. والله انا ما عنديش مانع يخرجوا ويجيبوا ورد بس تحس اصلا في اليوم ده يا انت لو واحده حبتك وجابت لك هديه بمناسبه الفالنتاين تقول لها لا مش عايزه دي حرام؟ لا خدها يعني. هو الله اعلم اعلم بس خلاص. شفت يا جماعه سهله كت يا ابني. ليش هي دي البنت اللي قالت له يا نو فالنتاين؟ احنا قالت له ايه القرف ده؟ هكاتيجوري تالتة أصلاً. أيمن سأل سؤال غلط،
أما لازم يسأل فالنتاين حلال حرام أم يع. منيح لما شافت البنت اللي طلبت إيد حبيبها. إيه ده؟ بنت طلبت إيد حبيبها وركعت على الأرض وقدمت له خاتم. إيه ده إيه ده إيه ده؟ شوف صور. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده يا غدي حلوه اللي مسكتي تسترجل ياد شويه. خيالي انه هلا انه هي البنت طلبت ايده فصار هو هو بطل رجال. شوفي يا خيي بتحبه وحبت تكسر التقاليد وقالت انا بطلب ايده انه لا هي رجال ولا هو عكسوها. الحب كان مال الدنيا بهالاسبوع. شاب سعودي بده يعدي من ورا فان ماشي قدامه، شو بتكون يعمل؟ احضروا الفيديو. السلام عليكم. سلام. صباح الخير. الله صباح النور. اخبارك؟ حياك الله. فهمت. انت صاحب الفان؟ ايوه. افتح لي الخط بالله مستعجلين. بس افتح لي الخط مستعجلين. ابشر ابشر. تسلم حبيبي تسلم. ابشر. الله يوفقك. هلا بك. على فكرة بقى الراجل ده دماغه عالية قوي. انا راح متصل بالرقم فاهم عادي جدا وقال له لو سمحت ممكن تعديني. لوك اللذيذ انه التاني عداه. عداه عادي. الحب كان مال الوطن العربي. رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري كان عم يقرأ خطاب وشوفوا شو صار معه. لا بس الأمن مستتب. شوف كيف وصلت عليه. مش ثانية ما أنا منيح لي كان بدها بس تخبر وما كان بدها بس هي وصلت لرئيس الوزراء عشان تحضنه. عندنا احنا بقى فنان بيغني عادي في واحدة من الجمهور طلعت عشان تبوس ايده. الحب الحب مسيطر بس مع شيرين عبد الوهاب الحب من نوع تاني. كمان في معجبة حبت تطلع تسلم عليها وتبوسها على المسرح بس الأمن منعه. شوفوا شيرين شو عملت بالأمن. شفت خي عندها اسلوب الخاص شيرين بالحب باجرة فشت على طول. شيرين بيز اذا فيك تعطينا رقم البادي جارد اللي بيشتغل عندك بدنا نعينه عند رئيس الوزراء اللي عندنا. توني ايه احلى هدية ممكن تجيبها لمراتك في الفالنتاين؟ انه سهرة سهرة حلوة. سهرة؟ لا احلى. نجيب لها سيارة؟ لا احلى برضو. شقة؟ احلى. خلصني يا عمر. ما تيجي تشوف. أنا نشجع يلي مرته خطيبته أو يلي بده يتزوج جديد أنه عمله يهديها سكين. ما هيك حبينا ندوي على السكين. فينا ناخد جفت يعني هون في عنا سكينين ومقشرة. نفس الباكج. نفس الباكج فينا ناخدهم كادو. حمر كمان. حمر لبنان. سكاكين مطبخ. ليه؟ أهديها سكاكين مطبخ ليه؟ ذكاء من القناة وذكاء من المذيعة وذكاء من المعلن. كان في كتير ناس نائمة على فالنتاين ومنهم مطعم بسكندرية عمل نو كابلز اوفر. ثلاث أشخاص بيطلع لكم 15%، خمس أشخاص 20%، سبع أشخاص 25%. في أسأل من هيك؟ أنت عارف بسبب موضوع العشوات والهدايا بفالنتاين كم كابل بيفكس قبل العيد بيومين؟ عادي طبعا عملتها كتير. بنشوف مع بعضنا هيدا الكوبل. الو ايه يا بيبي؟ ايه يا حبيبتي؟ وحشتني. وانتي كمان. مين حبيبي؟ انا. مين حبيبتك؟
انا انتي انتي. طب اليوم ده مش بيفكرك بحاجه؟ عيد الفلاح، عيد العمال، مش عارف. افتكر يا حبيبي. مش عارف. طب انا جبت لك هديه. الله يكرم اصلك. بمناسبه ايه بقى؟ يعني ايه بمناسبه ايه؟ افتكر يا روحي. مش فاكر فعلا. بمناسبه الفالنتاين. فالنتاين يا بنتي، اصلا الحاجات دي حرام، وانت بتصدقي الحاجات دي؟ حرام ليه بقى؟ هو في احلى من الحب؟ طب بلاش، جبت لي هديه ايه بقى يا حبيبي؟ حبيبي؟ وانت بتقولي مين يا حبيبي؟ ليك طبعا. بتقولي انا حبيبي ليه؟ هو ان شاء الله انا جوزك ولا خطيبك ولا انا ايه؟ يعني انت ازاي اصلا تقولي كلمه زي دي؟ ده انت لازم تقولي هات بوسه. ما تتقول لا بقى يا عالم يا كفر بقى، بطلوا فجر وقله ادب، استغفر الله العظيم يا رب. انت بتكلمني انا كده ليه؟ انت كمان بترصك عليا؟ بتعلصك عليا صح؟ ما ده اللي كان ناقص، ده اللي كان ناقص انك تيجي تعلصك عليا في الاخر. لا بقول لك، بصي احنا ما ينفعش نكمل مع بعض. الحمد لله وكويس قوي ان انا اكتشفتك لحد هنا. معلش انا اسف، شايف انا كمان مع بعض. يلا سلام. ما كنت خدت الهديه وجبت لها كارت شحن ب 10 جنيه ولا لا؟ خساره فيها اصلا. تلاقيه بعديها بيومين راح مكلمها قال لها مين حبيبي. على العموم كتير سمعنا السنه انه اللي بيجيب هديه لحبيبته على فالنتاين بيبقى خروف، انه اذا جاب له ورده حمراء يعني خروف، واذا جاب له دبدوب احمر يعني خروف، انه لا معليش يعني مش كل شاب حمل دبدوب احمر صار خروف، ممكن يكون بائع متجول حامل دبدوب احمر وعم بيدور على خروف. يلا بريك ونرجع معكم. رجعنا معكم بعد البريك بأجواء الحب. قاضية لبنانية حكمت على 3 شباب مسلمين بحفظ صورة العمران. وبالتفاصيل 3 شباب مسلمين قاموا بتكسير تمثال للسيدة العذراء. والقاضية اللبنانية جوسلين متى من الطائفة المسيحية حكمت عليهم بحفظ صورة العمران، بدل ما تحكم عليهم بالسجن لفترة ممكن توصل لثلاث سنوات. هذا الحكم أثار ضجة كبيرة بلبنان وبالعالم العربي. ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري غرد وقال الحكم قمة في العدالة وتعليم المفاهيم المشتركة بين المسلمين والمسيحيين. أما رئيس نجيب ميقاتي رئيس الوزراء اللبناني السابق كمان غرد وقال أحيي القاضية جوستين متى على القرار الذي أصدرته باستبدال عقوبة السجن لشبان أساءوا للسيدة العذراء بحفظ آيات تكرمها في القرآن الكريم، وهو مثال يحتذى به في الأحكام القضائية الإصلاحية المبنية على التسامح والتثقيف الديني واحترام الآخرين وتحويل مجريات الأمور من سلبية إلى إيجابية. ومن أجواء الحب والتسامح قصة حافية القدمين في مصر. مروة بائعة المناديل، طفلة 11 سنة، تفوز بماراثون الجري اللي تنظم لدعم مركز مجدي يعقوب للقلب في أسوان. الجميل في ده إن أصلا مروة كانت معدية عادي بالصدفة، ولابسة جلابية، ومعهاش لبس يسمح لها إن هي تخش بيه الماراثون أساسا، ومعهاش فلوس الاشتراك بتاع الماراثون. ورغم ده المقيمين على تنظيم الماراثون وافقوا إن هي تشترك عادي، ودخلت وفازت. وده ما يدلش إلا على الحب اللي موجود كتير منه، بس قليلين بس هم اللي بيعملوا سبوت على الحاجات دي. بعد كده بقى كمان المركز القومي الأولمبي قرر ان هي تتسجل في الاتحاد المصري لألعاب القوى. حلوة يا بلدي. انا كتير مبسوط فيك يا عمرو. فعلا حلو ليه؟ عشان الوردة الجميلة دي. ها مبسوط فيك لانه اول مرة بسمعك عم تحكي خبر حلو عن مصر، ما بسمعك الا عم تنتقد، فبرافو. اجواء الحب والتسامح كمان طاغية على اخبار عمرو. برافو يا عمرو. حبس فريق صبايا الخير وانباء عن هروب ريهام سعيد. يا خيي يا خيي، بعدنا هلا عم نحكي انه اخبار حلوه واخبار كلها تفاؤل وحب، شو بك؟ لا لا، اصل الكلام ده ما يتسكتش عنه. عاملين حلقه عن خطف الاطفال. ايه؟ فروحوا جايبين ناس وخطفوا اطفال بجد. مين اللي خطف اطفال بجد؟ فريق صبايا الخير.
ليه خطفوا اطفال؟ عشان بقى يعني يبان ان ده حقيقي ويوروا الناس ازاي الكلام ده بيتنفذ. فاهم؟ دوكي دراما يعني. اه حاجه ايه كلام في الموضوع. وشو صار فيهم؟ اتقبض عليهم بتهمه تجاره الاطفال. ومن افلام ريهام سعيد لافلام الفالنتاين 2018 لكل الكابلز اللي حابين يحضروا سينما مع بعضهم رح نقلكم الافلام الموجوده بالصالات حاليا. فيلم الاول معنا هو فيلم زوجتي قنوعه، فيلم خيالي، فيلم القرار بيد الزوج، فيلم تاريخي، الذهاب الى السوق دراما، تاخرت ليه فيلم حربي، فين الفلوس اكشن، واخيرا فيلم حماتي عندنا فيلم رعب. بس مش قد كده برضه يا توني، لسه في رجاله. ايه في رجاله، اتفضل شوف هذا الفيديو. فين حرامي كذاب ابن كذاب يعني يسرق ايه كذا مره حط كذا محل بالبيت، عنده اسلوب دغري بيشم ريحتهم، شو بعرفني شو بيصير معهم. هلا اسوأته اول عصا طبعا بيضحك علي انه اول جرور والثاني والثالث، ما هني باول جرور، طب لا يفتح الثالث اسوأته باول عصا تهجم علي على بطني انه تمشي بطل اضربه، صرت اسف وهيك بالعصا اثنين هون مثل بعضها ما كان يحس، فلت منه بلشت يطار، انا اطرق وهو ينام، يقلب من هون يقوم من هون يتفركش باخر شي طار وطلع من البيت. وهي كانت ايه ده؟ لا يا عم لسه في انوثه. هي طبعا لسه في انوثه، انت عارف الراقصه جوهره؟ لا الراقصه جوهره لا لا الراقصه جوهره اللي امبارح وريتني فيديو ليها على الموبايل يا عم ما اعرفهاش، انا ما اعرفش حد بالاسم ده، ما شفتهاش ما اعرفهاش. لوك على الموبايل عندك انت يا اخي استر علينا الله يستر عليك، ما اعرفهاش انا ما اعرفش. قول الخبر يا اوتر، قول الخبر وخلصنا. على العموم الراقصه جوهره تم القبض عليها لانه كانت لابسه هدوم مثيره شوي، مش هون الخبر، تم الافراج عنها. الخبر انه الراقصه صفي نار اتهمت انه هي اللي بلغت عن الراقصه جوهره لانه خايفه من نجاحها وامكانياتها. الراقصه صفي نار نفيت الخبر وقالت انا بس بخاف من ربنا. هي صوره صفي نار مالها عامله كده ليه؟ شو بها؟ مش عارف كلوز قوي. خلينا احنا حطيناها هيك قصد، اذا لو بدنا نوسع شوي الصوره كانت صورة فاتحة وما كانوا رديوا فيها بالقناة وكانوا لغيوا لنا الخبر. لا انت بتخاف من القناة. انا بخاف من ربنا بس. انت عارف عدد الستات؟ انا بقى كثير ما عادش عدد الستات صراحة. لا لا ببص تبقى قاعدة فعلا مفيدة ومثمرة. كله فاهم كل حاجة بيقولوها. لا وكل كلمة في مكانها. حلو. يعني بص بتطلع من القاعدة كده من هي الاثنين. احنا عندنا بقى حاجه ثانيه تعالوا بزرع هي تبقى جايبه فلوس بس هي لو شغاله يعني مش قادره تبذر ياخد منها يجيبها كلمه طبعا يعني بلاش بلاش ده جوزها مننها ما نقدرش ما هي عندنا نفسها طنوط طنوط والراجل كمان ده بيحصل في 80% على فكره نفسه عشان خاطر ولا بيحصل في 90% من دلوقتي من الناس كل الوقت الراجل بيحرم نفسه عشان خاطر لا عرفنا الموضوع بقى عشان تفلت لا لا الراجل لا الراجل لا في يا جماعه انا مش بقول يكذب على الاثنين ما فهمنا شيء شو الموضوع ولا اي بتنجان. تعال بس شو تما نظلمهم، مش بس قاعدة الستات بتبقى هيك، شوف قاعدة الرجال بالجزائر شو صار فيها. لي يوجعني أيوة ويؤلمني هذا النفاق، اننا نركب الموجات لما جاء الغاز الصافي. ما فيش منافق كيما انت لا حول تقول عمري وصلت لا 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 اسمع طيب اتق الله يا بس اسحبها اسحبها لا 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 لانك انت يا منافق لا منافق كيما انت طيب خلاص هذا الزبان جمجي اسمعني خسيه يا سي بن حمو لا لا الله تبارك وتعالى تجيب لي واحد دمس جوجو عندك جوجو فهمت شيء ولا حرف لا ومهضومين حاطين بيب بيب انه لم ليش نحن عارفين الحكي العادي من الشتايم من المسبات مش فاهمين شيء لا بس انا مصر افهم شو صار بالفيديو رح استضيف هلا مراسلتنا من المغرب زينب تتشرح لنا شوي اكثر شو قال بالفيديو ميرسي اهلا وسهلا فيك زميلتنا زينب من المغرب زينب زينب شو اسمك بجراده زينب بجراده زينب من المغرب منرحب فيك معنا بالسجيات الأخبار على طريقتنا زينب نحن دعيناك مخصوص
كرمال بس تفسري لنا وتفهمينا شو صار بالفيديو. ربي يخليك، شكرا توني. هو قال لك سيدي خصهم يحللوا المحيا، الشيخ قال لك لا ما نحللوش المحيا، علاش الضيف ناض فقعان خرج من الب ولا الشيخ كيترطب وحديته تما؟ ليه حطيته بيب؟ ما كنت مش كان عم تسبي؟ لا؟, لا انا كنت كنشرح لك الموضوع. سوري، تفضلي كملي. ايوا قلت لك حيت هذا الموضوع ما كيهضروش فيه الناس في ديورهم في العائلات، داكشي علاش القناه جايبه هاد جوج الناس باش يضربوا ما بيناتهم ويخليو الناس كتحماق تما كاينه ما عارفيش اشنو تيقولوا اصلا. صافي هادشي اللي كاين وبس. مرسي مراسلتنا زينب، كنت اضافه كبيره للبرنامج وكثير فهمنا شو قلتي لنا ونحن بنشكرك. مرسي ربي يخليك. مرسي لوجودك معنا. دابا غادي نديروا فاصل ونرجع لكم من دابا شويه، ما تزبيوش. ياس. نرجع معكم بعد البريك بالأخبار على طريقتنا وبعدنا بأجواء الحب والأخبار الحلوة. ودراسة بتقول أنه كثرة السهر بتخلي المرأة تفقد ذكرتها. أخبار حلوة؟ طبعاً. الحلو في كده يعني، فهمني. كثرة السهر بتخلي المرأة تفقد ذكرتها. أنا صرت 3 أيام خلى مرتي واعية، مش عم خليها تنام. كل ما تجي لتغفي مع البعض خدها هيك برجع بخليها تصحى، مش عم خليها تنام. ايوه الهدف يعني تنسى. بلشت امبارح وصلت على البيت، دقيت على الباب فتحت طلعت فيها قالت لي شو حبيبي جيت؟ وانا واقف قدامها بلشت تضيع خلص. طب واخرتها ايه يا توني؟ بدي ضلني مخليها صاحيه واقيه لحين مره دق على الباب تفتح لي تطلع فيها ليه مين؟ خلصت على الاخر. طب لو صحيتها قالت لك مين؟ هتقول لها ايه؟ اسف الشقه غلط وامشي. باي باي. ومن اجواء الحب، الحب بامتياز، حب جماهير ليفربول لمحمد صلاح. ده فخر لينا. ليكو كلبنانيين يعني؟ انه لا هو منه لبناني. طب ليكو كمسلمين مثلا؟ لا كمان لا. طب ليكو مثلا كعرب؟ لا نحن فينيقيه اذا بتريد يعني. طب ليكو كليفربولي مثلا؟ انا مش ليفربولي، انا بشجع بايرن ميونخ. فيك ليكو كايه يعني؟ مش فاهم. خي بحبه يا خي، فخر لي بحبه. مو صلاح، مو صلاح، مو صلاح. شو مين نادالك؟ مين نادالك؟ وانتو مش بتغنوا؟ ايه مجيش يعني؟ مرسي ايمن، شكرا حبيبي، شكرا. مرسي، شكرا. كلنا بنحبك يا صلاح. اليوم حكينا كتير عن الحب واجواء الحب، وهلأ بدنا نقول هابي فالنتاين على الجميع، وبدنا نقول كل عيد خروف وانتو بخير. وهلأ فقرة عمرك ما هتعرف الحقيقة. مثل ما حكينا بالحلقة الماضية، الإعلام سلاح كتير قوي بيستعملوه أشخاص، مؤسسات وحكومات لقلب الرأي العام. كل إعلام عنده طريقة بصياغة الخبر، يعني حدث معين إذا بتحضروه على قناة مؤيدة للحدث بيكونوا عم بيقولوه وصاغينه بطريقة وبتقتنعوا، وإذا بتنقلوا قناة وبتسمعوه على قناة معارضة للخبر كمان بيكونوا صاغينه بطريقة معينة. المشكلة إنه كمان بتقتنعوا. وين الحقيقة؟ أي قناة اللي عم تحكيه صح؟ ما قادرين نعرف. من هون نحن استخلصنا شعار برنامجنا عمرك ما هتعرف الحقيقة. وهلأ لتفهموا علي أكتر بجهز لكم خبرين ورح قلكم ياهم كأعلام مؤيد للخبر وأعلام معارض للخبر. يلا ميوزك. أعلام مؤيد.
فتاة تتمرد على العادات والتقاليد وتطلب يد حبيبها بشكل جديد ومفاجئ، ناصرة بذلك حقوق المرأة، كاسرة الأعراف، وفاتحة أفق أمام البنات لأخذ زمام الأمور عندما يشعرون بذلك. إعلام معارض للخبر. فسق وفجور وقلة حياء في شوارع إحدى المدن العربية. فقد قامت فتاة بطلب يد حبيبها على مرأى من الجميع، نعم ركعت أرضا وطلبت يده مقللة من احترامها واحترام النساء أجمعين، ضاربة بعرض الحائط المبادئ والقيم. إعلام مؤيد. مصر تفرض 5 جنيهات على طلاب المدارس لصندوق تكريم أسر الشهداء وعشرة من طلاب الجامعات، وبهذه الخطوة العظيمة يكون طلاب مصر يساعدون أسر الشهداء في التعليم ووافيين حق الشهيد الذي استشهد لكي تبقى مصر أم الدنيا خالية من الإرهاب. الإعلام المعارض. هل بهذه الطريقة نكرم الشهداء؟ مصر تفرض 5 جنيهات على طلاب المدارس لصندوق تكريم أسر الشهداء وعشرة على طلاب الجامعات، وبهذه الخطوة الغريبة تكون الحكومة أذهلتنا بطريقة جديدة لأخذ الفلوس بالقانون. وهيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم. كانت حلقتنا كلها عن الحب والتسامح، بس في خبر مهم أليم لازم توقف عنده. بالولايات المتحدة توفى 17 طالب بمدرسة بفلوريدا لأنه في تلميذ فات عليهم بسلاح رشاش وقوص وقتل 17 طالب وطالبة، فنانين، رؤساء، رياضيين، علماء، ماتوا لأنه السلاح بأمريكا فلتين. بأمريكا أي حدا بده سلاح بيروح على ستور بيشتري سلاح، كانوا عم يشتري خبز. هيدا هي النتيجة. نحن بعالمنا العربي الحمد لله أوعى من هيك. نحن معنا سلاح طبعا، بس نحن بنستعمله ضد بعض. يعني نحن بال2018 وفي حروب بعدة دول عربية، امتين رح نفهم انه اللي عم ببيعنا السلاح هو نفسه اللي رح يرجع يبيعنا السلام ورح يقبض منا من المرتين؟ امتى رح نفهم انه السلاح ما عنده حل غير الموت، ومن امتين الموت هو الحل؟ تصبحوا على خير وتصبحوا على وطن عربي حر.